نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يديم علينا نعمة الإيمان ونعمة الأمن ونعمة سعة الرزق، وأن يكفينا شرور المفسدين. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم أجمعين، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقرأ عليكم فتوى الشيخ أسامة عبد العظيم، أستاذ الأصول بجامعة الأزهر. سئل: ما حكم الذهاب للاستفتاء على الدستور، وبماذا يتم التصويت، بنعم أم لا؟ الجواب: هذا السؤال مهم والله المستعان. الكلام الآن على ما أسموه الدستور الذي هو فعل البشر، وهذا يعني جملة أو يعني حمل لخصائصهم وخصائص البشر، يعني ما دام هو من فعل البشر يبقى ياخذ خصائص إيه؟ البشر، يعني مش هيكون فيه الكمال، هيكون فيه النقص لأنه عمل بشري. قال: وخصائص البشر الضعف والجهل والعجز، فلا بد أنك سوف ترى هذه الخصائص الضعف والجهل والعجز في الدستور أو في أي عمل بشري، واشتماله على العيوب أمر مسلم. أما طريقة الحساب فالنظر إلى المآل. لو أن الناس صاروا فريقين، وصار أحد الفريقين أتباع القسيس الجديد الذين هم عباد الصليب، وصار في صفهم الملحدون والفاسقون وأهل المعاصي أجمعون، فليس يتصور أن يختار أحد صف أولئك الكفار والفاسقين والماجنين، هذا أمر لا بد من حسابه. والأمر الثاني من النظر في المآل، أن هذا الدستور الذي وإن كان فيه من العيوب ما فيه، ترى القائمين عليه يغلب عليهم وصف الدين، يعني التأسيسين اللي أسسوا الدستور، يعني اللجنة التأسيسية، ترى النساء الموجودات ليس فيهن واحدة كاشفة شعرها، ليس فيهن واحدة كاشفة شعرها، وترى عددا وفيرا من الملتزمين بالسنن، وتراهم يقطعون ما هم فيه لينزلوا للصلاة ويعظموا أمر الله، وهذه ظواهر لم تحصل في تاريخ بلادنا، ولو قلت في تاريخ البلاد الأخرى لما بعد كلامك، يعني كلام يؤفي إنصاف. اللجنة التأسيسية كان لما يؤذن الصلاة كانت تقطع الشغل بتاعها وتصلي، الكلام ده شفناهوش في طول تاريخ حياة مصر، كان بيؤذن الظهر وتبقى الجلسات منعقدة، كان يؤذن العصر والجلسات منعقدة، ولا حد يكبر ولا يعظم شعائر الله. وكذلك لو أن بحكمة الله تعالى لم يحصل إقرار ذلك الذي اصطلحوا عليه أو اختاروه، فظنك أن يكون ذلك سبيل استقرار، أو الظن أنه يترتب على فوت هذا الأمر من الفوضى أو الفساد ما لا يعلم قدره، فتظن أن تسلم في هذه الفوضى والفساد والأرواح، أو تظن أو تسلم الأعراض، تظن لو قدر الأمر الإعراض، لو قدر الأمر الآخر يكون في ذلك الاستقرار اللي هو نعم ودفع الفوضى، أو يكون ذلك مزيدا من الفوضى. إذن لا مزيد من الفوضى، نعم بت في الموضوع واستقرار استعجال الاستقرار. النتيجة لو لم يتم الموافقة على الدستور سيتم عمل لجنة تأسيسية أخرى، وهذه اللجنة تحتمل معارضة الآخرين، وإلى أن تنتهي هذه اللجنة من عملها تظل أمور الأمن غير مكتملة ويظل الناس في التناحر والتنازع. فلو غلبوا على ظنك أن فوت إقرار هذا الذي اصطلحوا عليه سيؤدي لهذه الفوضى، فقد علمت حكم دفع هذه الفوضى وأن ذلك متعين لازم. يعكر على الكلام أن تقول ما اشتمل عليه الدستور من المخالفات أو ربما الألفاظ الشركيات. الجواب: أن ذلك فيما يخصنا نحن لا ضرر منه، قولوا ما تقولون، اصنعوا دستورا وغيروه في أي وقت شئتم، افعلوا ما تقدرون عليه، إننا في قبضة الله لا في قبضتكم، إننا بشرع الله لا بقوانينكم لا ولا دساتيركم، ما تصنعونه لا يمس أهل الدين في شيء، ولن يمنع أحدا أن يصلي أو يصوم أو يبكي لله تعالى، وهذا ما يخصنا، فنحن نحيا في الدنيا لا حاجة لنا إلا ذلك، أن نصوم وأن نصلي وأن نبكي لله تعالى ونخضع، ليس هناك شيء آخر. ما اشتمل عليه هذا الدستور من المنكرات فأنت منكر لها بقلبك،
وأنت غير موافق عليها فترى ذلك صنع البشر وتعتذر عما صنع هؤلاء، ولكن أن تكون في صف عباد الصليب وأتباع القسيس الكافر الجديد، وأن تكون في صف عمرو موسى والبرادع والخونة عملاء إسرائيل، هذا ما لا أظنك تختاره. كأن هذه المسألة بذلك استغنت عن الإفاضة، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. هذه فتوى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أسامة عبد العظيم، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بجامعة الأزهر الشريف. يبقى إذن الرجل يرجح التصويت بنعم عملا لاستعجال الاستقرار، وإلا فالتصويت بلا سيطيل المدة من جديد وننشئ تأسيسية جديدة وبعض الناس يختلفون عليها ونفضل في حيص بيص، خد لك سنة كمان ولا سنة ونص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتع مصر بالأمن والأمان، وأن يمتعها بالاستقرار، وأن يكفيها شرور الحاقدين والفلول وأتباعهم وأذنابهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.